السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكريم، معاكم أخوكم عبد الله المهيري، مدير مشاريع من فريق برنامج دبي للتميز الحكومي، ونرحب بكم معنا في محاضرة اليوم تحت عنوان المنعة في الأزمات، ونستضيف من خلالها متحدثنا الأستاذ مروان الجهني من المملكة العربية السعودية الحبيبة. صبحكم الله بالخير، ونرحب فيكم في هذا اللقاء المعرفي من ضمن سلسلة لقاءات المعرفة خلال شهر رمضان. الأستاذ مروان مستشار ومدرب تنفيذي للتحول لأكثر من 10 سنوات. يعمل مروان في المنظمات العالمية في مجال القيادة والثقافة والنظام الشمولي، كما يعمل مع المديرين التنفيذيين والفرق التنفيذية ورجال الأعمال لحل التحديات والصعوبات غير المرئية. يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التطور في مجال التطوير المتقدم وقيادة التغيير في المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والجهات الحكومية. كذلك أخونا مروان عمل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وإسبانيا وبروكسل والولايات المتحدة. نتمنى لكم الاستفادة من محاضرة اليوم. يمكنكم مشاركتنا أسئلتكم في خانة الأسئلة، وإن شاء الله بنجاوب عنها في نهاية الجلسة. نترككم الآن مع الأستاذ مروان الجهني. تفضل أستاذنا. شكرا جزيلا أخوي عبد الله، حياكم الله وبياكم جميعا، وأسعد الله مساكم بكل خير وبركة. والله يعطيكم العافية على حضور وعلى الوقت اللي راح تقضوه. مثل ما أنتم عارفين وشايفين الآن، هذا اللقاء راح يكون بحول الله عن موضوع مهم جدا، يهم الجميع، سواء الموظف، المدير، القائد في المنظمة، الطالب، أيا كان. هذا يتكلم على موضوع المنع وقت الأزمات أو الريزيلينس، لما له دور مهم جدا في النجاح على المستوى الشخصي وعلى مستوى المنظمة وعلى مستوى المجتمع. إحنا كيف الآن نقدر أن نعمل بشكل متعاون بحيث أن نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات؟ في هذا اللقاء راح نعرج على عدد من المواضيع، وراح نعرج إن شاء الله على أكثر من نقطة، وراح نتكلم على أدوات عملية بتساعدنا بشكل كبير وبشكل واضح أن إحنا نقدر نطور من هذه المهارات. هذا اللقاء إن شاء الله راح يكون ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو المحتوى كامل راح نتكلم عليه بشكل واضح ومتسلسل، ثم بعد ذلك إن شاء الله راح يكون في فقرة أسئلة في آخر اللقاء، تقريبا آخر ربع ساعة. فإذا كان عندكم أي سؤال تكرما اكتبوه مباشرة بحيث إن احنا نقدر إن نجاوب عليه في آخر اللقاء. في هذا اللقاء الآن أيضا نحتاج إن احنا يعني نحاول أن نجلس ونستمع إلى المعارف واللي راح نذكرها هنا بعقلية العقلية الفضولية، أو العقلية اللي عندها تبغى تعرف شيء من جديد أو شيء من الصفر. كيف أن إحنا نقدر نشوف حتى وإن كانت المعلومة مثلاً وصل سمعناها قبل كذا أو شفناها قبل كذا، كيف أن إحنا نقدر نشوف المعلومة هذه بشكل آخر، بوجهة نظر ثانية، بحيث أنها نقدر احنا نطلع بمفاهيم اخرى وبمنظور ثاني. وهذا هو المميز في مسألة الريزيلينس او المنعة، اللي هي تعطينا ابعاد ثانية وابعاد اخرى. لو احنا نتكلم كتعريف، لما نقول وش المنعة، يعني ما هو المقصود بالمنعة، ما هو المقصود بالريزيلينس؟ طبعا هي المنعة يعني تأتي من القوة، تأتي من المناعة، تأتي من الواحد تكون عنده نوع كبير من المرونة. هذه بتساعدنا بشكل كبير ان احنا فعلا كيف نقدر ان كل ما احد تقدر يتخطى هذا التحدي او هذه الازمة، راح تكون عنده متانة ومهارات، وخلينا نقول عضلات اكثر، سواء على مستوى المنظمة او حتى على مستوى الفرد، لتحديات اخرى من نوع ثاني. هي عبارة عن اجراءات احنا ناخذها، هذه الاجراءات، ونعمل فيها تساعدنا وتراح تزيد من هذه المهارة وترفع من قدرتنا. هي هذه الإجراءات بتساعدنا أن احنا نرجع إلى المسار الصحيح مرة ثانية.
طبعا في حياتنا على المستوى الشخصي، حياتنا على المستوى المهني، حياتنا على المستوى الاجتماعي، في أشياء كثيرة تصير خارج سيطرتنا عليها. في أشياء كثيرة إحنا ما نقدر إن نتحكم فيها. هذا الآن المنعة هي اللي تساعدنا إن إحنا كيف نقدر نتجاوز كل هذه التحديات، تساعدنا إن إحنا كيف نقدر نتجاوز هذه الأزمة بشكل واضح وبشكل كبير. لأنه إحنا كل ما صارت لنا مثل الأزمة أو التحدي أو الإشكاليات وإحنا قدرنا إن إحنا نتجاوزها، بلا شك هذه راح تعطينا تجربة، تعطينا خبرة، تعطينا مهارة، تعطينا مناعة أكثر. وإحنا الآن عايشين في هذا العصر اللي إحنا نمر في الأزمة على شكل عالمي، وكيف إن إحنا الآن على مستوى البشرية، على مستوى المجتمعات، على مستوى الدول قاعدين نواجه أزمة نتشارك فيها. فكيف إحنا دورنا الآن إن يكون عندنا هذا الوعي وهذه المهارة مما تساعدنا بشكل واضح وبشكل كبير إن نتجاوزها بشكل أسرع. كيف إن إحنا نشوف وش الشيء اللي بيدي أنا على كفرد، وش الشيء اللي بيدي أقدر أسوي، وش الشيء اللي بيدي أصلاً أيضاً كمجتمع إني أقدر أنا أسوي فيه هذا التغيير. مثل ما ذكرنا إنه إحنا لما نقول المنعة راح نتكلم عنها من ثلاثة مناظير أو ثلاثة جهات، وجهات مختلفة. واحد اللي هو على مستوى الشخصي، وهذا هي نقطة مهمة جدا على مستوى الفرد. المسألة الثانية اللي هو المنظور الثاني اللي هو على مستوى المجتمع. المنظور الثالث اللي هو على مستوى المنظمات. فالمنظمات هي عبارة عن مجموعة من الأفراد اجتمعوا في مكان واحد لتحقيق أهداف محددة، وهذه الأهداف لها دور وأثر كبير على المجتمع. المجتمع أيضاً عبارة عن مجموعة من الأفراد تربطهم مجموعة من القيم، تربطهم مجموعة من الأهداف، تجمعهم مجموعة من السلوكيات ووجهات النظر، وهذه كلها عبارة عن أفراد. فأنا الآن دوري في هذا المجتمع كفرد، دوري في هذا المكان في المنظمة، في العمل كمدير، كموظف، كرئيس، كيف أستطيع الآن أني أنا أقدر أقوي مثل من هذه المهارة؟ وش الأشياء، الأدوات اللي أنا أحتاجها؟ وش المهارات اللي أنا أحتاج أني أسويها وأغيرها؟ هذه نقطة مهمة، أن إحنا الآن على مستوى المهارة الفردية كل ما قدرنا أن إحنا نشوفها من أكثر من بعد. على سبيل المثال في هي مهارات ذهنية نفسية، وأيضا حتى أن نقدر إحنا نتكلم على المهارات الجسدية، لأن اللياقة أيضا، اللياقة سواء اللياقة الذهنية، اللياقة النفسية، اللياقة الجسدية تلعب دور كبير جدا في التطوير وتقوية هذه المهارات. إحنا الآن لما نتكلم على هذا المنظور على مستوى الشركات أيضا والمنظمات، لأنه راح المهارة هذه، مهارة الريزيلينس، راح تعطيها صبغة وقوة إنها تواجه الكثير من الأزمات. وهذا دور كبير الآن، مثلا على سبيل المثال مثل ما نشوفها اليوم، أن كثير من المنظمات اللي قاعدة تنجح في هذا الوقت عندها مهارات عالية من المرونة، من خلينا نقول الريزيلينس، أجيليتي، فليكسيبيليتي، وهذا كثير من المفاهيم اللي قاعدة تطرح خلال العشرات السنوات الماضية، أن كيف المنظمة الآن تكون تتفاعل مع الأحداث الخارجية، سواء الأحداث العالمية أو حتى على مستوى المجتمع، حتى على مستوى احتياجات الأفراد، كيف أنه تكون عندهم المقدرة على التغيير السريع. وهذه أيضا نقطة مهمة. وش فائدتها هذه المرونة، أو وش فائدة أنه فعلا المنظمة يكون عندها هذه المهارة؟ ليش؟ لأنها مثل ما هو مكتوب هنا، مثلا تتمتع هذه الشركة والمنظمة بهذه القيادة السليمة على جميع المستويات، ولديها ثقافة قوية مبنية على الثقة أيضا والمراجعة والمحاسبة. طبعا لما احنا نتكلم على مستوى القيادة لا نعني فقط اللي هو قيادة المنظمة بالقيادات العليا، لا، احنا نتكلم على القيادة على مستوى، حتى على مستوى الفرد. انا كموظف داخل هذه المنظمة ايضا لي دور. من تعريف القيادة
ان كل شخص ياخذ مسؤولية حياته او المحيط فيه. كل ما انا كفرد اخذت هذه المسؤولية وهذا الحس، تعاونت وقدرت اني انا اقود واساعد في قيادة المنظمة. الثقافة، لما احنا نتكلم على ثقافة ثقافة تنظيمية وثقافة مجتمع، وش هي عبارة عنها؟ الثقافة هي عبارة عن مجموع من معتقدات، مجموعة من سلوكيات، مجموعة من وجهات نظر يشتركون فيها كثير من الآخرين. هذه المهارات والسلوكيات والمعتقدات راح تكون لي هذه الثقافة. فتخيلوا أنتم الآن لو الموظف أو الفرد عنده هذه المهارة اللي هي مهارة المرونة أو المنعة، وصار الأثر متعدي وصاروا عندنا، بدل ما يكون في فرد صارت عندي مجموعة، أنا هنا قدرت أني أكون ثقافة. لو نسأل الآن أغلب القيادات المنظمات بأيا كانت هذه المنظمة، سواء صغيرة أو كبيرة، وش من ضمن أهدافهم أنه يكون عندهم؟ دائما يقول لك أنا أحتاج يكون عندي فريق متعاون ومتميز ومرن. هذه المهارات اللي هي راح ناخذها على شكل مجموعة، لابد أنها تبدأ أيضا على مستوى الفرد. وأيضا أنها هذه الثقافة تكون مبنية على قيم. هذه القيم تكون لها معنى يحدد وجهة أو بوصلة المنظمة، وأيضا ينسجم معها قيم هذا الفرد، تنسجم معها قيم هذا الفريق، ينسجم معها قيمة هذه الإدارة. وهذه القيم هي اللي راح تخدم وتمشي على إثرها وعلى توجهها هذه المنظمة، تضع كل أهدافها وكل مخرجاتها تجاه هذه القيم وأيضا الأهداف. المرونة أو الريزيلينس أيضا راح تعطينا الفرص، الكثير من الفرص، ونتجاوز التحديات بشكل مستمر. وأيضا راح تعطينا نقطة مهمة جدا اللي هي التنبؤات المستقبلية، وكيف أن إحنا راح يكون عندنا داعمات مستقبلية تساعدنا على التحدي للتصديات اللي إحنا ممكن أنها تصير لنا شيء غير متوقع. وهذه أيضا أنها تستثمر في أفضل مجالات العمل ونحسن أو نزيل المجالات الضعيفة. هذه هو التطوير المستمر للمنظمة والتغيير والممارسة بشكل دائم والوعي المستمر، هذا بيساعدنا بشكل كبير أن إحنا نتجاوز كثير من نقاط الضعف، وأيضا راح نكتسب نقاط قوة كبيرة في على مستوى الشركات. أيضا هذا ينطبق على مستوى المجتمع. لما إحنا نتكلم نقول مجتمع قوي، مجتمع واعي، مجتمع صحي، لما نطلق على مجموعة سواء على مجتمع، لما إحنا نقول مجتمع على مجتمع بشكله الواضح أو على مستوى الدولة، أو أيضا حتى مجتمع على منطقة معينة، فئة معينة، فالمجتمع بشكل عام، هنا أيضا هذه لها ميزة ومزايا كبيرة راح تساعدنا إن فعلا إحنا نساعد على هذا التغيير. هنا مكتوب يستجيب المجتمع بشكل سريع إلى أي تحديات. إن إحنا الآن أنا كفرد أديت دوري اللي علي والمطلوب بشكل أفضل وكان عندي هذا الوعي، أول شيء راح يكون لي أثر على المحيط اللي بحولي. المحيط اللي حولي الآن تفاعلوا مع هذا وصار في أثر وصار في الوعي مرتفع بشكل أكبر، راح ينتقل إلى مجتمعات أكبر، أو الوعي راح يستمر وينتقل إلى مجتمعات أكبر. وهذا هو اللي إحنا نتكلم عنه، اللي هو دائما الكوليكتيف أو الوعي الجمعي اللي إحنا نحتاجه دائما، كيف إنه يكون عندي هذا المجتمع يكون في تناغم وانسجام ما بين أفراده. كل ما زاد الوعي كل ما زاد الأثر بشكل كبير على الدولة وعلى حتى أيضا حتى على المستوى الأفراد بشكل عام. استجابات المجتمع جماعية ومنسقة ولا تلقي اللوم على أي شخص. هنا إحنا الآن لما يكون في عندنا اللي هو التجانس، أنا لما يكون عندي هذه المهارة، مهارة المنع والمرونة، إنه كيف إنه أنا أقدر أستفيد من الاختلافات، كيف إنه أنا أقدر أرى الإيجابيات وأتفاعل معها سواء في الآخرين أو في وجهات النظر المختلفة، وأيضا حتى فيني أنا، وكيف إن إحنا نقدر
جميعا أن نلتقي بتفاعلنا مع بعض. مشاركة المعلومات هذا يعني أنه إحنا لما نكون في هذا المستوى من ومعرفتنا الدقيق لهذه المنعة والمرونة وأهميتها وأثرها، كيف العطاء راح يكون مستمر، راح يكون العطاء من أجل العطاء، راح يكون العطاء والمشاركة، لأنه طالما أنه الشخص الآخر أو الآخرين قاعدين يستفيدوا ويتطوروا، أنا بلا شك أنه أنا قاعد أستفيد وأتطور. وهذا أيضا راح يخلي كل ما زاد وعي أعرف أنه الأثر راح يكون متعدي. كل ما عرفت دوري أنا في هذا المجتمع أعرف أنه الأثر راح يكون ينتقل إلى الآخرين وينتقل إلى الناس وإلى المجتمع، وكل ما استفاد الآخرين كل ما أنا أيضا استفدت وانتقلنا جميعا على متن هذه السفينة وعلى متن هذا المجتمع. في عندنا هنا 4 نقاط أساسية أو جوهرية لمفهوم هذه المنعة: الوعي، التفكير، التواصل، وأيضا اللياقة. وش نقصد بالوعي؟ هو الوعي على المستوى الفردي، وأيضا راح ينتقل إلى على مستوى المجموعة أو المجتمع، وأيضا ينتقل على مستوى المنظمة. الوعي إنه أنا الآن كيف إني أستطيع تكون عندي المقدرة على ملاحظة كل ما يدور حولنا خارج ذاتي، كل ما يدور حولنا في المكان اللي احنا موجودين فيه، وايضا وش الاشياء اللي انا الان، الافكار، المشاعر، ردات الفعل، وراح نتكلم عنها بشكل دقيق هنا. كل ما كان عندي هذا الوعي استطعت بشكل كبير ان راح تكون عندي مهارة هذه المناعة القوية اللي تساعدني بشكل كبير اني انا اتجاوزها. انا الان لو ناخذ مثال في وضعنا الحالي، وضعنا الظاهر الآن اللي احنا موجودين فيه، اللي تشترك فيه كل البشرية، لو قلنا وش المقصود، وش الأشياء اللي احنا نستطيع أن نلاحظها، كيف أنا مشاعري الشخصية والفردية خلال هذه الأيام، خلال الأشهر الماضية، كيف كانت ردة فعلي؟ هل أنا انتقلت إلى ردة الفعل الطبيعية أو ردة الفعل الأحباب اللي هي الأوتوماتيكية اللي اعتدت عليها، أو أنا صارت عندي المقدرة أني الآن أقدر أراقب أفكاري وأقدر أراقب مشاعري خلال اليوم وخلال اللحظات الصعبة اللي نحن نمر فيها. من ناحية التفكير، لأن التفكير الأفكار راح تلعب دور كبير في مشاعرنا، تلعب دور كبير في قراراتنا، تلعب دور كبير في سلوكياتنا. كيف أنه أنا الآن يصير عندي الوعي بأفكارنا، الوعي بالفكر، المقدرة على أن إحنا كيف تكون عندي أنا أستطيع أني أوقف هذه الأفكار الداخلية الغير مرغوبة اللي راح تقودني إلى سلوكيات ومشاعر أيضاً غير مرغوبة. وأحياناً ممكن بشكل كبير تكون هذه الأفكار منطقية بشكل واضح، فكيف أنا الآن تكون عندي هذه المقدرة على معرفة هذه الأفكار قبل ما أنها تحدث أثر خارجي. خلونا الآن نأخذ ثواني نفكر في هذه النقطة. أنا وين من هذه السلسلة من ناحية الأفكار والوعي الذاتي؟ ولما نقول إحنا نقطة التواصل مع الناس والآخرين والاتصال معهم، ترى أيضا نقصد فيها الاتصال الذاتي، اتصالي بنفسي، وجهة نظري وقناعاتي تجاه ذاتي وتجاه نفسي، وأيضا وجهة نظري وقناعاتي تجاه الآخرين وكيف تواصلي معهم. لأنه أيضا خلال وقت الأزمات التواصل مع الآخرين بيكون له دور كبير جدا. طريقة وش الأفكار اللي أنا أستطيع، الأفكار اللي أشاركها، وش الأفكار أصلا اللي أنا تطلع معي، كيف طريقة التواصل وأثرها، هذا راح يقوي كثير من العلاقات أو أنه يؤثر على العلاقات بشكل معاكس. هو فعلا الاتصال مع الآخرين في أوقات الأزمات حتى نتجاوزها بشكل صحيح ومعرفة ما الذي حصل وكيف اللي صار وكيف أني أنا أستطيع أني أقدر أطور من هذه المهارات. كل ما كان عندي مرونة عالية ومناعة عالية ومقدرة عالية على التفكير الصحيح
والوعي السليم في هذا الوقت من الأزمة استطعت بشكل كبير أني أنا أتواصل مع الآخرين بشكل جيد. لو ترجعوا للتاريخ، خلينا نقول في تاريخ الشركات على سبيل المثال، شوفوا القيادات نجحوا في وقت الأزمات في عملية التواصل مع الآخرين، في عملية الاتصال مع الآخرين، أنه إحنا ما رحنا إلى مرحلة الهلع، وكيف أن إحنا انتقلنا إلى مرحلة التفكير السليم الصحيح والتواصل بالشكل الواضح في وقت الأزمة أو في وقت التحدي أو في وقت الإشكالية. هذا بيأثر بشكل كبير جدا جدا على التجاوز على اللياقة لمقدرتنا الذهنية والجسدية التي تساعد على التعاطي والتعامل مع الأزمات وعدم تأثرنا. هنا إحنا كل ما زاد الوعي، كل ما زاد التفكير، كل ما زادت الصحة النفسية والذهنية، كل ما كان أيضا الأثر حتى على الصحة الجسدية، وهذا عنصر أساسي مهم جدا يساعدنا على الصفاء الذهني، الصفاء النفسي، وهذا أيضا له أثر في اتخاذ القرارات الصحيحة، في التواصل بشكل جيد، في حتى معرفة طريقة تفكيرنا بشكل واضح خلال أيامنا. الآن لو كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، خلينا نأخذ آخر 24 ساعة. بالنسبة لك أو لك، وش كانت أغلب الأفكار اللي كانت تدور في أذهاننا على مستوى اليوم؟ وش كانت أغلب الأفكار اللي إحنا كنا نفكر فيها؟ كيف كانت الأحاديث الداخلية؟ كيف كانت الحوارات مع الناس الآخرين خارج، مع الناس الآخرين سواء في محيطنا الشخصي أو حتى المحيط العملي؟ كيف إحنا الآن نضع، خلونا نقول، مجهر على أفكارنا خلال الساعات القليلة الماضية ونشوف أثرها على المستوى النفسي؟ أحيانا ما يكون أثرها واضح ومباشر الآن، ممكن يكون أثرها مستقبلي وأثرها متعدي، وأحيانا ما يكون أثرها حتى يكون واضح بالنسبة لي. فإحنا كل ما أعطينا نفسنا هذا الوقت إن إحنا نفكر ونلاحظ، راح يساعدنا بشكل كبير على تخطي واكتساب مرحلة أو مهارة كبيرة اللي هي مهارة المنع. راح نتكلم الآن على أكثر من مهارة تساعدنا على كيف أني أنا أقدر تكون عندي مثل هذه المهارة. لما إحنا نتكلم على الإنسان والعمق الإنساني، إحنا فعلا مثل الجبل الجليدي، ممكن كثير منكم شاف أو سمع عن المفهوم هذا، مفهوم الجبل الجليدي. وش المميز فيه أو العادة في هذا الجبل؟ أنه قليل أو 25% أو الربع أو الجزء الأقل هو الذي يظهر على السطح، والجزء الأكبر والأعظم واللي له أثر كبير راح يكون دائما تحت سطح البحر أو تحت سطح المحيط. فإحنا مثل الجبل الجليدي كبشر، اللي يظهر للناس هي فقط السلوكيات، التصرفات، الأشياء اللي إحنا نقولها، وما يخفى على الكثير منها اللي هو دواخلنا، اللي هي الأفكار، المشاعر، القيم، المعتقدات، الاحتياجات، المخاوف، وجهات النظر. هذه كلها داخلنا، ولكنها لها أثر كبير جدا على سلوكياتنا. فتخيل أنت الآن لو كان عندك وعي بهذا العمق، كيف راح تكون سلوكياتك الخارجية؟ كيف راح تكون المقدرة على التغيير والمقدرة على المرونة في التغيير؟ وهذا هو اللي راح يقودنا إلى إحنا فعلا التغيير المستدام. كيف أنه أنا أستطيع أني أدخل أغوار ذاتي، أناقش الأفكار اللي موجودة وأعرف هذه الأفكار؟ طبعا في مدارس كثيرة تكلمت على هذا الموضوع، وكيف تتكون هذه المعتقدات، كيف تتكون هذه الأفكار، كيف تتكون هذه المشاعر. لكن الشيء الجميل اللي أثبته كثير من الدراسات إن كثير من هذه المعتقدات ووجهات النظر نستطيع أن إحنا نغيرها، كثير من هذه الأفكار نستطيع أن إحنا نغيرها. كل شخص عنده هذا المقدرة. الشيء الرائع ومن النعم العظيمة اللي إحنا موجودة عندنا كبشر، اللي هو عندنا المقدرة على هذا التغيير، المقدرة على
مناقشة الأفكار وإن كانت قديمة وإن كانت لها سنوات كثيرة إحنا مقتنعين فيها أنها هي شيء صحيح، لكن عندنا المقدرة أن إحنا نناقشها ونغيرها ونعمل على تطويرها. وهذا له أيضا مثل ما إحنا شايفين أن الاحتياجات والمخاوف للإنسان هي تعتبر العمق والأعمق لها أثر بشكل كبير على القيم وعلى المعتقدات، وأيضا هذه راح تلعب دور كبير وأثر كبير على الأفكار والمشاعر اللي بالتالي لها أثر كبير على السلوكيات، وهذا هو اللي إحنا نبي نغيره أو يكون عندنا المقدرة على التغيير. فإحنا كيف أن التغيير ما نغير فقط السلوكيات بشكلها الخارجي، ولكن كيف أن إحنا نقدر ننزل إلى هذه العمق من الأفكار والمشاعر والمعتقدات بحيث أن يكون التغيير دائم وتغيير مستدام. لما احنا نتكلم على مسألة القيم دائما نبغى نفهم وش المقصود بالقيم او كيف ان احنا فعلا نقدر نغير مثل هذه القيم. دائما او الكثير من المفهوم القيم ان الناس يعتقدون ان القيم دائما رائعة وجيدة ووجودها وما لها اثر الا اثر ايجابي، ولكن احيانا ان القيم يكون لها اثر عكسي على تحقيق أهدافك على سبيل المثال. فكيف إن إحنا نقدر نناقش هذا القيمة؟ ليس المطلوب بالمناسبة حتى وإن كان القيمة لها أثر سلبي عليك، ليس المطلوب إنك دائما تغيرها، لا، المطلوب الأساسي اللي هو كيف تقدر تضع وعيك على هذه القيمة. كل ما كان عندك وعي بهذا القيمة استطعت إنك أنت تقدر تتحرك سواء على مستوى المنظمة أو حتى على مستوى الفرد أو حتى على مستوى المجتمع. كيف إن إحنا نقدر نتغير؟ هذا التطبيق طبعاً العرض والبرزنتيشن راح يكون موجود عندكم هنا الآن، تقدر تسوي له داونلود، وهذا لك أنت الآن تأخذه وتسأل نفسك مثلاً وش أهم ثلاث قيم أنت تؤمن فيها لها قيمة في حياتك، لها أهمية في حياتك. فهنا مذكور مثال، خلونا نأخذ هذا المثال ونشوف الأسئلة الثلاثة اللي تساعدنا على معرفة الوعي أو وضع الوعي على القيم الموجودة. السؤال الأول، لماذا هذا الاعتقاد أو القيمة مهمة بالنسبة لك؟ ليش أنها مهمة بالنسبة لي؟ وهنا مذكور مثلا مثال على قيمة النجاح. ما هو خلف الاعتقاد؟ ما هو الاعتقاد وراء تلك القيمة؟ مذكور هنا في المثال أنه بالنسبة لي قيمة النجاح، أنه على أساس أجاوب ليش هذا الاعتقاد مهم بالنسبة لي، لأنه ينبغي أن أثبت أنني الأفضل للآخرين، لازم أنا أثبت نفسي أني أنا المتميز للآخرين. طيب، من الجانب الإيجابي كيف يساعدني هذا الاعتقاد على قيمة النجاح على تحقيق أهدافي؟ هنا مكتوب هذا الاعتقاد يدفعني إلى التميز. كل ما كان عندي أنا اعتقاد بأهمية النجاح وأن النجاح قيمة مهمة، فهذا يدفعني أني أنا أتميز وأتطور خلال السنوات القادمة أو الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة، وأيضا حتى على مستوى المجتمع والمنظمة. طيب، لو نشوفها الآن من الجانب اللي كثير تغفل فيه اللي هو الجانب الثاني، إذا كان رأينا أن القيمة هذه كعائق، كيف يمنعني هذا الاعتقاد من الوصول لأهدافي؟ كيف يمنعني هذا الاعتقاد من الوصول لأهدافي؟ هنا مثلاً إجابة على هذا السؤال، هذا الاعتقاد يعطي انطباع لدى الآخرين أنني شخص يتسم بالتنافسية وليس لاعب فريق. هذا يعطيني أنه أنا انطباع أنه أنا شخص منافس، ما عندي روح الفريق، فما يصنع نوع من الألفة أو الانسجام، لأنه دائماً أنا أبغى أنتصر، دائماً أبغى أثبت للآخرين. فهذا جزء ثاني. هنا إذا أنت قدرت تحط القيم الثلاثة المهمة بالنسبة لك، أشياء القيم اللي لها أهمية في حياتك، وحطيتها تحت الثلاثة أسئلة، راح ترى القيم اللي موجودة من وجهات نظر ثانية. هنا ممكن أنك تصل إلى مرحلة يسمى الأها مومنت أو مرحلة التجلي لأشياء عميقة داخلك. هنا أنت الآن راح تدخل تنزل تحت المحيط وإلى الجبل الجليدي، إلى عمق ذاتك، وتشوف القيم اللي لها أثر كبير على كثير من سلوكياتنا.
فأنصحكم أنكم أنتم تسووا هذا التطبيق. هذا التطبيق ليس بالضرورة أنه يتم بشكل في جلسة واحدة، ممكن تأخذوه على أوقات مختلفة، أعطيه جزء من التفكير في أوقات الهدوء والصفاء، راح تنبهر بالنتائج وكيف أن الكثير من وراح تفهم وتعرف أثر القيمة وكيف أثرها أيضا حتى على علي أنا كفرد، وأيضا حتى على مستوى المنظمة، لأنه كثير من المنظمات الآن يعملون على القيم، كل منظمة لها قيم، فالقيم الآن على مستوى المجتمع أو مستوى المجموعة أو مستوى الفريق، كيف أنه إحنا فعلا نعرف ليش اخترنا هذه القيمة، وش دور هذه القيمة، وكيف هذه القيمة لها أثر عكسي علينا. طيب، في عندنا أيضا مفهوم ثاني أو خلينا نقول أداة ثانية مهمة جدا جدا في عملية بناء هذه المناعة أو المرونة الذاتية، وهذا المفهوم بالمناسبة أتكلم عنه في البداية، هو بروفيسور من جامعة هارفارد اسمه رونالد هايفز، أتكلم على مفهوم الملعب والمدرج، أو أحيانا يسموه يقولوا البالكوني and دانس، إنك أنت تكون فوق البلكونة وتشوف الناس مثلا من بعد ثاني. فخلونا إحنا نأخذ هذا المفهوم من مفهوم الملعب والمدرج. تخيل معي أنك أنت الآن رح تتفرج على مباراة وأنت جالس الآن على المدرج وتشاهد هذه المباراة من مكانك اللي أنت فيه في هذا المدرج، وأنت تشاهد هذه المباراة، وش الأشياء اللي المزايا اللي موجودة عندك أنت الآن في هذا المدرج؟ أتوقع أن إجابتك بتكون أنك أنت الآن في هذا المكان راح يكون عندك صورة شمولية، تقدر تشاهد اللاعبين من كل زاوية، تقدر تشوف سير المباراة بشكل واضح، تقدر أنك أنت الآن تحلل، تقدر أنك تعطي تشوف نقاط القوة ونقاط الضعف، تقدر تعطي مين اللي يلعب بشكل جيد ومين اللي لا ما يلعب بشكل جيد، تقدر تشوف وين نقاط الخطر. فهنا الصورة وأنت الآن في مرحلة المدرج أو في مكان المدرج عندك الصورة مختلفة أو الصورة شمولية أو الصورة واضحة، تعطيك أنك أنت تقدر تحلل تفكر تفسر بشكل كبير. طيب، خلينا نأخذ أيضا هذا الصورة وأنت الآن نزلت إلى الملعب وأنت الآن كنت اللاعب أحد اللاعبين وأنت كنت أحد اللاعبين اللي موجودين، كيف تشوف المكان من وجهة نظرك إذا أنت اللاعب؟ أتوقع أن إجابتك بتكون أنه أنا الآن قاعد أعمل حاط عندي جهد أني أساعد الفريق أعضاء الفريق الثانيين أن نحقق ونضع الهدف ونحقق الهدف، أني أساعد بشكل واضح كيف أنه دوري يكون إيجابي، كيف أني أنا أتفاعل مع الزملاء الآخرين، كيف أني أنا أكون لهم مكان جيد، كيف أني أنا أكون ما يكون في أخطاء من مكاني، كيف أني أستطيع أني أدافع. راح تكون عندك هنا تعمل تفكر تمارس تشتغل تحقق هدف في جهد، ولكن يختلف عن المدرج أنك أنت ما تشوف الصورة الشمولية، أنت تشوفها من زاوية ثانية، من زاوية من المكان اللي أنت فيه. طيب، أيهما الأفضل لو إحنا نسأل؟ المكان أنك أنت تكون في المدرج أو المكان أنك أنت تكون أيضاً تكون في الملعب؟ الإجابة على هذا السؤال أيهم أفضل هو ليس أنك أنت تكون في المدرج وأيضاً ليس أنك أنت تكون في الملعب، الإجابة هو أنك أنت تكون في المكانين بذات الوقت، تكون في المدرج وأيضاً في الملعب. وخلينا نأخذ هذا المثال ونضعه على أرض الواقع. الآن أنت في حياتك العملية على سبيل المثال، أنت الآن موظف داخل هذه الإدارة، تعمل كل يوم وتشتغل وتؤدي وبنفس الوقت تساعد في تحقيق الأهداف لهذه المنظمة، هذا هو دورك أنت الآن داخل المنظمة. هنا أنت الآن كأنك جالس في الملعب، المطلوب منك أنك تروح إلى مرحلة التفكير، مرحلة التأمل، مرحلة الاستكشاف. فهنا أنت تطلع إلى مرحلة ثانية اللي هي أنك كيف
تشوف أدائك خلال اليوم على سبيل المثال؟ كيف أنك تشوف أدائك خلال الأسبوع، خلال الشهر، خلال السنة، ربع السنة؟ كيف أنك أنت تجلس الآن وتتأمل وتفكر بسلوكياتك؟ مع الوقت راح تكتسب مهارة أن الوعي بالنسبة لك الذاتي راح يكون لحظي بذات اللحظة. خلال الاجتماع اللي أنت جالس فيه راح تلاحظ وتصير أنت الآن على المدرج في اللحظة هذه في الاجتماع نفسه، وتشوف سلوكيات الزملاء اللي موجودين معك أو الزملاء الزميلات اللي معك. كيف الآن تشوف وين الإيجابية، وين الأشياء اللي تحتاجها تطوير، وأنت كيف دورك ما بينهم هنا، وبنفس الوقت ترجع تتفاعل معهم. كل ما استطعت على الانتقال من مرحلة الوعي أو التفكر أو التأمل ومرحلة العمل والفعل بذات الوقت، هنا اكتسبت مرونة عالية ومناعة كبيرة جداً أنك أنت تتعاطى مع التحديات الأزمات بشكل كبير. أخذها أيضاً على مستوى الشخصي، على مستوى العائلي، على المستوى المجتمعي. كيف أنت الآن ما بين هذه المجموعة، وكيفك أنت الآن على مستوى العمل؟ كيف أنك أنت تجمع ما بين الاثنين، ما بين الاثنين، ما بين أنك أنت تكون اللاعب وأيضاً المدرج، الموظف اللي يعمل، وأيضاً أنك تتأمل وتشوف السلوكيات اللي موجودة. هذه المهارة راح تكتسب بالممارسة، بالعمل اليومي بالشكل الدائم، راح تتطور عندك بشكل كبير، وتقدر الآن تطبقها على أيامنا اللي إحنا موجودين الآن. إحنا في الأزمة اللي إحنا نمر فيها الآن، أنا كيف أتفاعل مع هذه الأزمة؟ كيف أيامي قاعدة تمضي؟ كيف الأمور السلوكيات اللي أنا أسويها؟ وبنفس الوقت تأمل ذاتك خلال هذه الأيام، وش الأفكار اللي أنت تمر فيك؟ تذكروا إحنا لما تكلمنا على مسألة القيم والأفكار والمعتقدات، هنا الآن أنت تحتاج أنك توصل إلى أنك تتأمل هذه الأفكار والسلوكيات اللي موجودة بالنسبة لك. فهذه مهارة مهمة جداً أنك أنت تستطيع اكتسابها بالممارسة. في وقت الأزمات كثير من المشاعر تكون موجودة عندنا. من أهم أو أكثر المشاعر اللي موجودة هي مشاعر الخوف. فكل ما استطعت أنا الآن أقدر أتحكم بالمخاوف، استطعت بشكل كبير أني أنا أكتسب منع عالية وأكتسب مرونة كبيرة، بحيث أن تساعدني أشوف الأوضاع بشكل صافي وواضح، وأيضاً أني أتجاوز. هنا كلمة لتفسير كلمة fear أو الخوف عبارة عن أربع كلمات: fantasized experience appearing real، هي بمعنى آخر اللي هي تخيل تجربة تبدو حقيقية لا أكثر ولا أقل. ليست بالضرورة المخاوف، كثير 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 من المخاوف ترى عبارة عن أفكار داخلية احنا توهمناها على أساس أنها حقيقة، وهذه الحقيقة جعلت سلوك وردات فعل بالنسبة لنا. فما الذي يجعل المخاوف تظهر حقيقة؟ تسمية المخاوف والاعتراف بها، هذا يعطينا يتطلب شجاعة ويحتاج شجاعة، ولكن بالممارسة أنه أنا كل ما استطعت أني أعترف فيها أراها وأشوفها، هذا المشاعر الخوف، كل ما استطعت أني أنا أتحكم فيها. فهنا الآن كل ما حتى بيني وبين نفسي أبغى أعرف وش هي مخاوفي، وش المخاوف اللي أنا اكتسبتها خلال الأيام. والله أنا عندي مخاوف على سبيل المثال للحصر، خوف من الرفض، خوف والله إذا أنا قدمت هذا العمل يرفض من زملائي، زميلاتي، من مديري، الخوف من أنه مثلا على سبيل المثال عدم النجاح، أو الخوف عدم أنه أنا أخذل الآخرين على سبيل المثال، الخوف من أنه ما أحقق النجاح، الخوف من الفشل. مخاوف كثيرة نقدر إحنا نكتبها، وبعدين نعرف وش القيم، وش الاحتياجات اللي إحنا نحتاجها، وش الاحتياجات اللي إحنا نحتاجها واللي إحنا ما لبينا مثل هذه الاحتياجات واللي أدت إلى هذا الكثير من هذه المخاوف. وبعدين إحنا لما نعرف الخوف الجوهري نستطيع، وكل ما خلاص الشيء إذا عرفناه نستطيع أن نتحكم فيه، وإذا تحكمنا فيه بلا شك الأثر الخارجي راح يتغير، الأثر اللي الخارجي في حياتنا بيتغير بشكل كبير. وكل ما قدرنا إحنا الآن تعرفنا عليه راح نتحرر من المخاوف، فبالتالي كثير من سلوكياتنا راح تتغير. هنا مثال يبين لنا كيف الديناميكية اللي تمر في أذهاننا كبشر واللي راح
تسبب وتؤثر على سلوكياتنا الخارجية. الآن أخذنا هنا مثال إنه أنا شفت شيء يخوفني خارجي، جاني على طول الشعور بالتهديد على مستوى المشاعر. في عندنا في الدماغ جزئين أساسيين أنا ذكرتها هنا، اللي هي اللوزة الدماغية الأميجدلا، وأيضا القشرة المخية الحديثة اللي هي اللي تختص بالتفكير العقلاني. فهذه اللوزة الدماغية على طول لما تشوف الخوف الخارجي تعطينا تنبيهات للدماغ لردة فعل، إنه خلاص الآن الموضوع فيه طارئ وتوتر وخوف واستشعار بالخطر، فبالتالي لابد أنك أنت تأخذ هذا السلوك، لابد أنك تأخذ هذا الفعل أو أنك تسوي ردة الفعل. وهنا راح يؤثر على التفكير المنطقي والتفكير العقلاني. طبعا بالمناسبة هذا احنا حطيناه مثال لشيء خوف واضح وظاهر، لكن ترى مثل ما ذكرنا قبل شوي انه في كثير من المخاوف انه تصير مواقف عادية في حياتنا تتحول الى خوف، او احنا نراها بشكل خوف، بحيث ان الدماغ يعطينا اشارات انه هنا خطر راح يصير، فبالتالي راح يوقف التفكير العقلاني ويبدأ التفكير اللامنطقي أو العمل السلوك ردة الفعل اللامنطقية تأخذ هذا الموقف، فبالتالي راح تطلع سلوكيات إحنا ما نبغاها تكون موجودة. فكيف أنا أستطيع أن أتحكم بهذه المشاعر حتى على المستوى الجسدي، مستوى الدماغ الفيسيولوجي، كيف أنه أنا أستطيع أن أتحكم فيها؟ نحتاج على أساس أنه نطور مثل هذه المهارة، أنه فعلا نحتاج ترى جزء من الثواني. كيف أنه أنا أستطيع أتحكم بهذه المشاعر في جزء من الثواني تساعدني على أني أتحكم بشكل واضح وبشكل جديد أو بشكل دقيق. أنا الآن ألاحظ أنه بقينا ربع ساعة على أساس أننا نأخذ جزء من الأسئلة، بس خلونا ناخذ هذه كدقائق وبعدها نبدا نجاوب. استاذ مروان باقي لنا 3 دقائق وانت صادق. طيب ممتاز، ناخذ اسئله، ما شاء الله عندنا اسئله جميله وفيري انترستينج من الحضور. رائع، اجل ان شاء الله خلال 3 دقائق راح نختم وناخذ ان شاء الله الباقي. طيب فنرجع هنا لهذا المثال، او كيف انه الديناميكيات اللي راح تصير، الشعور مثلا جانا الشعور بالتهديد على طول الشيء السلوك الردات الفعلية، يرتفع الادرينالين، استجابة اللوزة اللي هو لازم يعطينا تنبيهات انه فينا في عندي خطر، التصرف اما بعدوانية واما بتجنب او اني ما اعرف اتصرف، في النتيجة في النهاية راح تطلع مو مثل بالشكل المطلوب اللي انا احتاجه. ولكن مش البديل انه انا الان لما يجيني هذا الشعور بالتهديد ابدا الان اسال الاسئلة احيانا المنطقية اللي تساعدني وترخي كثير من التوتر والخوف اللي احنا قاعدين نشوفه. فننتقل الى التصرف بشكل منطقي، وبالتالي النتائج اللي راح تظهر لنا هي نتائج إيجابية نحتاجها. كيف اني انا استطيع احاول اني اطور هذه المهارة اللي هو مسألة كل اللي احتاجه ترى ثواني، يعني 30 ثانية اسال نفسي هذه الأسئلة، اسال نفسي أسئلة منطقية تساعدني على هذا التحكم. في دكتور نمساوي اسمه فيكتور فرانكل تكلم على نظرية مهمة جدا، ممكن تقدر تقرؤوها في كتابه Man Search for Meaning، أو باللغة العربية مترجم هذا الكتاب اسمه كتاب البحث، الإنسان يبحث عن المعنى. تكلم على المؤثر والاستجابة، إنه إذا كان فيه شيء خارجي مؤثر احنا على طول نستجيب له بردات الفعل. قال انه ما بين هذا المؤثر الخارجي وما بين استجابتنا ان ردة الفعل دائما في مساحة، في هذه المساحة اللي هي مساحة الاختيار، هي اللي راح تصنع الفرق. شوفوا المؤثرات الخارجية اللي تصير لنا احنا ما نتحكم فيها، احنا فقط نقدر نتحكم في الاستجابة في ردة الفعل، لكن نحتاج على هذه المساحة اللي بين ردة الفعل وما بين المؤثر اللي راح تصنع الفرق. ترى بالمناسبة ممكن هذه المساحة ما بين المؤثر والاستجابة ممكن أنها تكون ثواني، ممكن تكون دقائق، ممكن تكون أيام، إنه أنا ما أستجيب بشكل مباشر،
ولكن أعطي نفسي هذا الوقت والمساحة التفكير بحيث أن الاستجابة راح تكون مختلفة. أنا أتوقع الآن أن احنا تجاوزنا الثلاث دقائق، ويعطيكم العافية على حسن الاستماع. ممكن الآن نأخذ الأسئلة، وإن شاء الله بإذن الله تطلع معنا عندنا يعني أدوات ثانية ممكن احنا نتكلم فيها. تفضل أخي عبد الله. الله يديم فضلك أستاذي. أستاذي، عندنا الأخ فادي النابلسي يقول: كما هو معلوم فإن الأنظمة في القطاع الحكومي مبنية على تحقيق الكفاءة في حالة الأزمات، على تحقيق الكفاءة، وفي حالة الأزمات ينبغي أن يتم تغليب المنعة على الكفاءة، فكيف سيتم تحقيق هذا التحول في العمل الحكومي المستقبلي؟ صحيح إن أحياناً إحنا الآن نعتمد على الكفاءة، ولكن إحنا الآن في وقت الأزمات تبدأ اتخاذ القرارات اللي تساعدنا على التجاوز لهذه الأزمة. هنا إحنا الآن على مستوى المنظمة لازم إحنا ننطلق أول شيء العمل المستقبلي بلا شك راح نبدأ في مرحلة الاستعداد. كيف إن إحنا نبدأ اليوم من ناحية الكفاءة وأيضاً بناء خلينا نقول المصدات أو الأساسيات أو القواعد اللي تساعدنا على تجاوز أي تحديات مستقبلية، إما بالكفاءة، إما بالعمل التعاوني الإيجابي، إما بالرؤية المستقبلية، إما بالترشيد، إما بتوحيد وجهات النظر. في أشياء كثيرة، والجميل إن إحنا كيف نقدر مستقبلاً إن نكون مستعدين إن نعيش في واقع غير واضح. هذه نقطة مهمة جداً، اللي هو إحنا نعيش في عالم متقلب متغير غير واضح، ما نستطيع أن فعلاً نتنبأ. كيف إنه أنا يكون عندي المقدرة على العمل والنمو في هذا الواقع الجديد اللي هو اللي ما أستطيع أن أتنبأ فيه؟ كل ما صارت عندي هذه المقدرة بلا شك راح تكون عندي المرونة بشكل عالي، بلا شك إنه حتى أيضاً الموظفين اللي داخل المنظمة بتكون عندهم هذه المنعة بشكل كبير بتجاوز كثير من الأزمات اللي إحنا إلى الآن ما نقدر نتنبأ فيها. تفضل. جميل. عندنا بعد الأخت الهام تسأل: هل من الممكن معرفة كيف تكون هيئة المنعة في المؤسسة؟ يعني هل يوجد وحدة تنظيمية أو awareness campaign، نشر ثقافة أو غيرها؟ وشو الفرق بين المرونة والمنعة؟ جيد. هل كلاهما يؤدي نفس الغرض؟ جميل جدا. هو في تشابه كبير جدا ما بين المرونة والمنعة، لكن كيف إن إحنا نخليها على مستوى المنظمة هي مسألة ثقافية مؤسسية. ممكن أنها تكون على مستوى إدارة، ممكن تكون لا، أو أنها تكون إدارة مستقلة، أو ممكن تكون لا، أنها تكون هذا دور الجميع. كخطوات عملية من ضمن ثقافة المنظمة أنها كيف تغرس قيمة المرونة أو المنعة داخل المنظمة، كيف أن تكون هذه القيمة على مستوى الفرد. طبعا بالمناسبة إحنا لما نقول تحول المنظمات، المنظمة ما تتحول إلا بتحول الموظفين داخلها. فمثل ما الشخص الآن له قيم ومعتقدات وسلوكيات، أيضا الآن المنظمة تتعامل معها مثل ما يتعامل مع الإنسان الفرد، فهي لها قيم وثقافة وسلوكيات. فإحنا كيف إن نخلي هذه الثقافة، ثقافة المرونة، ثقافة المنعة، شيء أساسي، مثل ما إحنا عندنا ثقافة الأداء، ثقافة العمل، ثقافة الالتزام، كيف إن إحنا نقدر الآن يكون في عندنا مبدأ المنع أو المرونة داخل المنظمة؟ كيف إن إحنا راح نحققها؟ بأشياء كثيرة. إحنا ما نقدر نقول شيء واحد هو راح يحقق لي هذا الشيء. ممكن يكون على حملات إعلانية، ممكن يكون داخل البرامج التدريبية، ممكن يكون داخل حتى مسألة التقييم، ممكن يكون أيضاً في النقاشات واللقاءات بشكل دائم وبشكل مستمر. شوف، إحنا كل ما تكلمنا عليه بشكل أكبر، كل ما زاد وعينا، كل ما زاد عملنا تجاه هذا الشيء. فكل شيء يقدمنا ويخلينا نحقق هذا العمل بلا شك إن نقدر. الفرق ما بين المنعة والمرونة متداخلة بشكل كبير. المنعة هي على مستوى فردي، على مستوى ذهني، فيها أفكار كثيرة. المرونة الأجيليتي، أو بمعنى الأجيليتي، هي أيضا فيها إجراءات معينة، تاسك، مخرجات معينة نشتغل عليها تساعدنا على الوصول لهذا الهدف.
جميل استاذ، لانه يعني سؤال يتكلم على اخر نقطه هي تكلمت عنها من الاخ احمد، يقول ما هي المؤشرات المقترحه لقياس المنعه المؤسسيه؟ يعني اذا احنا اليوم نطلب من المؤسسات نشر الثقافه هذه، بعد كيف ممكن نقيس هالمؤشرات؟ سؤال رائع جدا. احنا كيف نقيس هذه المؤشرات داخل المنظمه؟ اول شيء مقدره المنظمه على اتخاذ قرارات كبيرة وسريعة، هذا واحد. اثنين، كيف مسألة التغيير، مقدرة المنظمة كأفراد داخل المنظمة تكون عندهم المقدرة على تغيير مهامهم بشكل سريع. إذا احنا قدرنا، طب احنا ما نقدر مثلا نضعها بشكل محدد، احنا كيف نشوفها بنظرة شمولية؟ إنه أنا الآن عندي هذا الهدف، إنه أنا أصل إلى هذه المنظمة، إلى هذه المنظمة المرنة أو المنعة. من ناحية المؤشرات إنه فعلا تكون عندي المقدرة على اتخاذ قرارات سريعة، على تغيير خط سير بشكل واضح، يكون عندي قياس إلى الأداء، إنه إحنا الآن كيف نستطيع أداء المهام بسلوكي أو خلينا نقول بإجراءات أقل. مسألة التغيير هنا، إذا أنا كانت عندي هذه المرونة وتجاوزها بشكل سريع، استطعت أني أنا أقدر أقيسها بشكل أوضح وبشكل أدق. تفضل. جميل. عندنا بعد سؤال interesting من الأخت عاشة، تقول الموظف العادي بدون صلاحيات كيف يحمي نفسه من الاتهامات وقت الأزمات؟ سؤال رائع. آخر شيء ما سمعت أخوي عبد الله، تقول الموظف العادي بدون صلاحيات أنا كيف يحمي نفسه من اتهامات وقت الأزمات؟ رائع، سؤال رائع جدا. إن إحنا فعلا، وكويس إن إحنا فتحين السلايد هذه، لاحظوا المؤثر الخارجي أو ردات الفعل الخارجية، هذه مهي بيدنا، مو بيدي إن أنا الآن أقدر أتحكم فيها، تجينا الأحداث خارجية. السؤال الأهم دائما، وش الشيء اللي بيدك الآن تقدر أنك أنت تسويه؟ طبعا إحنا عادة، ترى بالمناسبة السلوكيات أو الأمور السلوكية هي تعتبر من أعقد الأشياء، أعقد الأمور، بمعنى أنه ما في إجابة نقدر إحنا نجاوب عليها ونقول هذا الإجابة الصحيحة على هذا المؤثر الخارجي، ولكن إحنا نضع قالب مهم جدا، أن أنت الشخص الوحيد اللي يستطيع التحكم بردات فعلك، بسلوكياتك، بالمخرجات اللي تطلع منك. إحنا ما نقدر نتحكم بالأشياء الخارجية، فبالتالي السؤال الأهم كيف أن أنا أستطيع أني أضع هذه المساحة ما بين هذا المؤثر الخارجي، وأعطي نفسي جزء من التفكير، الاستشارة للآخرين، وضع أو البحث عن نقاط القوة فيني بحيث أنها تثبت أنه فعلا الآن أنه إحنا في موقف إيجابي، موقف جيد، وأيضا كيف عملية التواصل الفعال أو الإيجابي أو الجيد مع الآخرين في هذا الوقت، لأنه إحنا في خصوصا أيضا في وقت الأزمات كلنا قاعدين نشتغل ترى بعمل طارئ، فكيف أنه أنا خلال العمل الطارئ هذا أرجع مرة ثانية للمفهوم المدرج والملعب، أنه أنا أكون وعي عالي جدا بالسلوكيات اللي قاعدة تصير وبنفس الوقت قاعد أتفاعل معهم بشكل إيجابي. فاشتغل على نفسك، أنا أقولها اشتغل على نفسك أنت الآن، كيف أنك تزيدين من مهارة هذا الوعي الذاتي اللي راح يعطيك حلول كثيرة في كثير من المواقف اللي راح تواجهك. جميل، يعني هذا المبدأ حتى نحن ممكن نستخدمه في حياتنا الشخصية. بلا شك، بلا شك. عندنا خمس دقائق لين الساعة 2. في شخص يسأل، هل هناك علاقة بين المنعة والتحليل الرباعي اللي هو SWOT analysis؟ هل في SWOT analysis يعتبر يساعدنا على زيادة الوعي بنقاط القوة سواء والضعف، سواء داخل المنظمة أو خارجها، أو حتى للفرد كإدارة وخارج الإدارة، هذا راح يزيد من مرحلة الوعي، ولكن ترى هذا يعتبر أداة واحدة، وفي أدوات كثيرة هي تساعد. هل فيه ارتباط؟
يعني خلينا نقول إذا إحنا نأخذها SWOT analysis أو كجزء تحليلي راح يعني راح يعطينا جزء من الوعي. لكن السؤال الآن وش اللي أقدر أسوي فيه في هذه المعلومات اللي موجودة عندي؟ وش الشيء اللي أو كيف إني أنا أقدر أستفيد من نقاط القوة اللي موجودة عندي بحيث إني أقدر أتجاوز نقاط الضعف؟ وكل ما عملت بهذا النقاط القوة كل ما ازددت مرونة ومناعة أكثر للتحديات المستقبلية. وأيضا يعني حتى وإن أعطاني تحليل خارجي ليس بالضرورة أنه ممكن يكون صحيح، فكيف أنه أنا الآن يكون عندي وعي على أيضا المخرجات من هذه الأداة؟ فيس إذا إحنا نظرنا لها إلى أداة تزيد من الوعي على مستوى المنظمة. جميل. عندنا طرقوا للمفهوم اللي طرق اللي هو مفهوم المدرج والملعب. فالأخت زينب بتسأل كيف لي أن أكون على دراية بما يحدث في المؤسسة إن كان العمل عن بعد مستقبلا، يعني ما بعد كوفيد كله بيكون عن بعد. كيف ممكن أنا تكون لي نظرة لما يحدث في المؤسسة؟ رائع. سؤال مهم جدا، والآن خصوصا مع التغيرات اللي قاعدة تصير عندنا ليس بالضرورة ترى يكون جديد وعي أنا بوجودي الجسدي داخل المكان. ممكن أحيانا له أثر لكن ليس بالضرورة. هنا كيف إنه راح يزيد وعينا؟ إحنا كالإنسان كإنسان كمخلوق هو قادر على الأدابتابيليتي، إنه يقدر يتكيف مع الظروف اللي موجودة. بلا شك لما إحنا نصل إلى مرحلة هذا إنه العمل دائما بيكون أونلاين أو بيكون عن بعد راح نتكيف على هذا الوضع وراح نقدر نطلع بمهارات جديدة في عملية التواصل مع الآخرين. راح أنا أنتقل لمرحلة المدرج والملعب ولكن بمنظور الثاني، مرحلة التواصل نقطة التواصل مهمة جدا، اتصال مع الآخرين، التفاعل مع الآخرين. كل ما زاد وعي أكثر، كل ما استطعت أنه أنا أتفكر أكثر. تخيل أنك أنت الآن قاعد في اجتماع أونلاين مع 10 من الزملاء، بلا شك أنا الآن كأني موجود داخل قاعة اجتماعات، فبالتالي خلال هذا التفاعل داخل الاجتماع أنا الآن قاعد أفكر، الآن أشوف وش اللي قاعد يصير، وين وعي، كيف أنا دوري خلال هذا الوقت. فبلا شك أن احنا راح كثير راح ترتفع عندنا مثل هذه المهارات. جميل. أستاذ مروان، أنا حاب أشكرك على هذه المحاضرة اللي يعني ممكن حتى تنفعنا على المستوى الشخصي أكثر حتى عن الدوام. أنا أشوف إذا تم تطبيق هذا المفهوم على حياتي الشخصية أوتوماتيكلي تول ريفلكت عبرتهم على حياتي العملية. حضورنا الكريم، حاب أشكركم على حضوركم وتفاعلكم وسيلتكم الجميلة. نبغي من فضلكم إذا تقدرون بعد عشان نفيد ونستفيد تنشرون معلومات المحاضرة اليوم أو تحثون أصدقائكم أنهم يكونوا موجودين في المحاضرات القادمة، لأن في البرنامج نحن نركز على أن نجيب لكم المتميزين مثل أستاذ مروان، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءاتنا الأسبوعية، وحياكم الله. شكرا جزيلا، دعواتي لكم بالتوفيق. جزاك الله خير، ما قصرت يا أستاذ. تشرفنا فيكم، الله يبارك فيكم. مع السلامة. الله يحييك.